ميني ستوديو. حلقة جديدة لميني ستوديو عم نبلشها اليوم، رح نبلشها بكتاب. هيدا الكتاب حلو كتير وبدي فرجيكم اياه، كنت عم اتفرج عليه وتعلمت اشياء كتيرة. لو ليفغ دي سيكوا، شو يعني؟ يعني بقلبه في اسئلة، مثلا سيكوا اون بيس انفورماتيك، وهيك بنفهم كل شيء عن الموضوع مع صورة مهضومة باخره. سيكوا لو دوباج، سيكوا لامور. كتاب حلو فيكن تلاقوه أكيد بلبنان بمكتبة أنطوان دولا مارتينيير جونيس. حفظتوا اسمه؟ أنا بدي أخبركن أنه الكتاب مهم كتير ودايما لازم نحافظ عليه. دايما بقولكن هيك، بس احفظوا هالشي وحافظوا على الكتب دايما تبعولكن، إن كانوا كتب المدرسة أو كتبكن لقلكن بالبيت. وهلأ بدي أشوف مين منكم بعت لنا صورة لقلو، لأنه عبر بريد ميني ستوديو بيوصلنا صور لقلكن عبر الإنترنت وفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. لما بتحطوا لنا لايك فيكن كمان تفوتوا وتبعتوا لنا صورة لقلكن، نحن بنطبعها وبنفرجيها هون، أو رسالة أو مسج أو نكتة أو شو ما بدكن، لأنه برنامج ميني ستوديو هو برنامجكن إلكن. يلا تعالوا نشوف صورة مين رح نفرجي اليوم. هيدا أنتوني عدس، أنتوني عدس بيقول إنه بحبنا كتير، ببعث لنا بوسة كبيرة. أنتوني رح يربح هدية، رح نشوفها سوا، وبعدين رح نشوف إذا كلوي بالآخر قدرت تلاقي تمارا أو لا. مبروك، ربحتوا لعبة تقديمة أبو شبكة. تمارا وين كنتي كل النهار؟ كنت عم لبش عليكي. كنت مع برنسيس فانيسا وبرنسيس جيسيكا ورادون. شو كنتوا عم تعملوا؟ ليه ما قلتوا لي اجي؟ كلوي ناطرنيكي نص ساعة ما جيتي، ساعة ما جيتي، إنه خلص بالآخر. إيه مزبوط. وين كنت كلوي؟ بقيت 3 ساعات عم بلعب مع الكلب. شو؟ 3 ساعات كلوي؟ لازم تعرفي تنظمي وقتك بين اللعب والدرس. مزبوط، بس بتعرفي وقتها اتسلى بيمر الوقت كتير بسرعة. معك حق كلوي، بس الواحد يتسلى ما بيحس بالوقت. طب تمارا شو صار؟ شو عملتوا انت وفانيسا وجيسيكا ورادون؟ اذا بقول لك ما بتعصبي؟ شو صار؟ فانيسا سحرت حدا؟ سحرت رادون. سحرت رادون؟ تمارا عجلة عجلة تروح. لا 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 لا، قبل بنقي الصورة. طب اوكي. مش صورة تمارا، رسالة. اوكي. هاي ايم ايا اودي فروم راشيا لبقى، وعمرها 7 سنين وبتحب كثير ميني ستوديو، وبتتمنى تجي تعزف بيانو عنا. اوكي، لكن بدنا نقلها شو تمارا لآية؟ خليها تجي لعنا. اوكي، ويمكن بتفرجينا مواهبها. مزبوط. مبروك هديتكم من ميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجي، ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. Let the rhythm into your heart. Hey, hey, let's party. Hey, hey, let's party. Hey, hey, let's party tonight. Hey, hey, c'est la fête. Hey, hey, c'est la fête. Hey, hey, c'est la fête ce soir. On va quitter nos maisons pour chanter à l'unisson. On le voit à l'horizon, le soleil en toute saison. Hey, hey, c'est la fête. Hey, hey, c'est la fête. Hey, hey, c'est la fête.
أنا كتير بنبسط بهالأيام اللي بنعمل إكسبرينس فيها، مرات بيزبطوا مرات لا، وتما يزبطوا أنا كتير بعصب. ما بعصب، عم بمزح. أنا اللي بعصب لأنه هو بيكون الحق عليه. إيه وقتها يزبطوا بنبسط كتير. شو فرانسوا اليوم؟ اليوم بدي أعمل غيمة بقلب هالأنينة. غيمة؟ إيه. بقلب يعني غيمة. هلا بتشوف، رح نجرب نعملها. أوكي. أنا مش أكيد إنه رح تزبط. بس بالارجح رح تزبط. بقلب هالقنينه في شويه مي، والطبقه تبع القنينه الطبقه يلي كلنا بنعرفها. اوكي، ما بعرف شو اسمها بس تبع القنينه تبع سبور. مزبوط. طيب رح افتح الطبقه وارجع سكرها، هيك بيكون في الضغط لجوا واضغطها هيك. اوكي اوكي، في مي جوا؟ في مي. اوكي، هلا بما انه صار في ضغط رح احرق السيخ. اوكي، شو المفروض نعمل؟ انا بساعدك بشيء؟ لا انت بس تفرج احسن شيء. طب بهالوقت رح اقرا مساج من وفا. وفا قالت لنا هاي ميني ستوديو، اي لاف ذا شو فيري ماتش. وفا من الجزائرية وبحبكم، ويش اي كم تو ليبانون تو فيزيت ات. ومن الا لوفا وقتها بدها فيها تجي على لبنان تزور لبنان الحلو والطبيعه والمناخ الحلو تبع لبنان، مش هيك فرانسوا؟ مزبوط. بتفهم الرأي. تعرف شو عاصمه الجزائر؟ عاصمه الجزائر؟ لا، الجير. الجير بالفرنسي بس ما بعرف. معلومه جديده من فرانسوا لالي لانه هو ساينس مان، انا البرنس، وانا ماني عايز كثير معلومات. او بلا بلا اكيد عايز معلومات، كلنا عايزين معلومات. انا بس عم هيك عم بسالك اسئله تجاوبني، ما بتحكي ما بترد علي. كيف ما برد عليك فيليب؟ طيب ايه، وبدي اقول كمان انه وفا ربحت معنا فرانسوا. اوكي، بفتكر عملت غيمه برات القنينه فرانسوا مش بالقنينه. لا بس عن جد مفروض تزبط. فيني ارجع جديد؟ جرب. انا كمان بدي اقول لوفا انه هي ربحت معنا هديه، رح نشوفها سوا وفا وقتها فيك ترجع لبنان تستلميها من هون، هيك بتجي على الاستوديو ويمكن بتعيد عيد ميلادك عنا، مش هيك فرانسوا؟ مزبوط. وانا بعدني عم جرب، انا عم بسال اسئله لفرانسوا بس يضل معي لانه وقتها يعمل اكسبيريونس بيروح فيها. انت رح جرب بهيدا السيخ الشيك، ومن ننتبه فرانسوا بدنا نذكر اكيد انه نار ما لازم نلعب بالنار لوحدنا لانه النار كثير خطره، لازم يكون في حدنا، اهلنا او اخواتنا الكبار او تيتا او جده او طنط او شو العيله كلها. اوكي اني هو مفروض تزبط بس اذا ما زبطت بتكون عملت خطيتها. كون عملت خطيتها برات القنينه مش بقلب القنينه. ايه بس بتضلها مش زابطه، وانا بصير اضحك عليك مثل العاده. ايه بس طب خلصنا مع البيت زبطي. عن جد ما عم بزبط. بلا مبين بلا. مزبوط فرانسوا، يعني ما بعرف اذا طلعت غيمه بس انه لا هيدي غيمه ليه.
الأحبار بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. مشتركين جديد اجوا لعنا على الاستوديو تيلعبوا 1 مينيت قد بقى الاف. سوا رح نتعرف على اول مشتركه معنا لليوم اللي هي اليسا. اليسا ستيفان عمرها 8 سنين، بتحب كثير الايس كريم وما بتحب تاكل ساندويشات على المدرسه. ستارت جيم. مئة ألف. ستين. ثلاثين. خمسين. ستين. مزبوط. خمسة وخمسين ألف. مئة وخمسة عشر ألف. سبعين. مئة وعشرة آلاف. ستة وسبعين. أربعين. إليسا جمعت 3285 نقطة. أقولكم رح تقدر تجمع سلين أكتر، نتعرف كلنا سوا عليه. سلين أبو نادر عمرها 8 سنين، بتحب كتير الشوبينج وما بتحب تاكل ملوخية. يلا سلين توب. عشر تلاف. خمسين. مية وألف. واحدة وسبعين. يعني قد ايه؟ صاروا ستين. خمسة وسبعين. مية. خمسة عشر ألف. خلص الوقت سلين وقدرت تجمع بدقيقة 2760 نقطة. يعني إليسا أنت اللي ربحتي، مبروك. بس كمان سلين ما رح تفلي خسرانة ورح تربح هدية صغيرة من بنك ليبانو فرانسيس. هلا خلينا كلنا سوا نشوف شو هدية إليسا. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيس هي بطاقة يوس تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. لا 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 لا، مش معقول مش معقول. لا لا لا، أنا مش عم بفهم شو عم بيصير معه. رح يجنني اليوم، صار له ساعة بيحكي لحاله وكأنه هون ومش هون. عاد مطرحك يا حبيبة، عاد مطرحك. إيه شو أقولك، بطلب الطبيب بياخده لعنده. ما في لزوم. شو صار؟ هيدي فانيسا سحرته؟ ما بقى تتحرك عمل لك. لا 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 لا، شو بها هيدي رايحة جاي بتسحر الناس؟ ويا ريت في شي سحر بيزبط معها. يه 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 مش معقول لك شو عم بيصير فيه؟ عم بيتنقوز، ما في شباك، ما في شي على الصور. يه يه. لا 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 لا، يلا نحن منجي ما تعتلي هم. اوكي اوكي يلا باي. شكلك انت ما رح تفهم، ما رح تفهم. خلص. نعم ردون. شو بيك؟ نعم نعم. شو بيك؟ شو عم بيصير فيك؟ شغلت لي بالي، رح تجنني. صار لك ساعة بتحكي لحالك. رادون. ليك رادون، إذا بعد مرة وحدة بتتحرك الويل إلها. ما بصير ما بصير هيك. قوم قوم غني. قوم غني فيدو دوم ونامي رادون. رادون قوم امشي معي، بدنا نروح مشوار. أوكي؟ لا 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 لا، لأنه صار لك أنا رايح، وإذا حدا بيتحرك منكم رادون بعرف شو بدي أعمل فيه. رادون فيني أعرف شو بيك؟ أنا رح أقول لك على كل حال، إذا أنت مش فاهمين شو بك، أنت مسحور. ما عم بيسكت، ما عم بيسكت يا حبيبتي، ما عم بيسكت. أنت مسحور ولازم نروح نفك السحر بسرعة عن فانيسا. ما فيني أتركك هيك، رح جن. يه 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 يه.
رح جن؟ اوكي؟ تليفون تليفون ما بصير هالشيء. الو؟ ايه اهلا لا 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 كنت يعني كنت ظاهره من البيت بعده مفتيح بايدي هلا رح تجو؟ خد صاحبك لا يعني انه اهلا وسهلا بس كنت مشغوله صرتوا واصلين على الطريق قد ايه بدكم بعد؟ خمس دقايق؟ شايفك شايفك انا شايفك اوكي 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 يلا اهلا وسهلا انه هلا شو بدي اعمل انا برادون؟ خلص اطلع لبرا اطلع لبرا شو بدي اعمل؟ عم بقول لك اطلع لبرا خلص لازم خبيه وين بدي خبيه؟ وين بدي حطه هلا جرسه احسن ما يجرسني اجتني فكره بدي اعمله منكن خلص ما تحكي معي منكن رادون رادون تعا وقف هون يلا تعا وقف هون وما بتتحرك اصحى اوكي جمالك يا رادون alright انا شايفك ايه خلاص ولا كلمه بعدين اعمل لي ايدك هيك 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 اوكي اوعى تتحرك رادون هي عم بدق الباب وصلوا 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 اوعى خلص تتحرك خلص اطلع لبرا اطلع لبرا قوم اطلع لبرا خلص خلص ما عم بقول لك بطل احمل الراس قوم اطلع لبرا تجرست تجرست وهلا شو قولكم اذا منروح على ارشيف الام تي في ومنروح مشوار بالغابه ومنغني كانه نحن سكوت شيلي كي دو يا با جون دو بوا ليتس ريمبر Y'a pas de gens de bois, y'a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, eh bien c'est la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Frères scouts, le soleil dore les tentes, ses rayons sur les ondes miroitantes font jaillir dans les roseaux les chansons de mille oiseaux. Jaillir dans les roseaux les chansons de mille oiseaux. Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère. Et c'est tout ce qu'il faut à nos filles et garçons pour aller au bout de la terre. Chevalier de la table ronde, goûte ton doigt si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûte ton doigt si le vin est bon. S'il est bon, oui, 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 s'il est bon. Non, 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 goûte ton doigt si le vin est bon. S'il est bon, oui, 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 s'il est bon. Non, 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 goûte ton doigt si le vin est bon. C'est un parfum mâle comme un oiseau. Il fait haut, sentit à l'eau. 18 400 tonneaux, je suis fier. Y'a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, eh bien c'est la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Frères scouts, le soleil dore les tentes. Ses rayons sur les ondes miroitantes font jaillir dans les roseaux les chansons de mille oiseaux. Font jaillir dans les roseaux chansons de mille oiseaux. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Chef de patrouille à deux galons, chef de patrouille à deux galons, et des insignes jusqu'au talon, et des insignes jusqu'au talon, des macarons pleins les deux bras, on se demande ce qu'il n'a pas. Ah, ah. Chef de patrouille et épatant. Ah, ah, ah oui, vraiment. Les pionniers sont passés avant le jour. Avant le jour. Dans les rues du village accablé. Accablé. Et mon cœur a frémi à leur palou. Sur les bords de la Red River Valley. Chez les guides, y'a pas de gens de bois. Y'a des nouilles, mais ça ne se voit pas.
La meilleure façon de marcher, eh bien c'est la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Frères scouts, le soleil dore les tentes. Ses rayons sur les ondes miroitantes font jaillir dans les roseaux les chansons de mille oiseaux. Font jaillir dans les roseaux les chansons. Des coups de sang, mais casse la tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Ne sens-tu pas claquer tes doigts, la musique est montée en toi. N'attends pas que le feu soit mort, chante tant que tu peux encore. Chez les guides, y'a pas de jambes de bois, y'a des mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, eh bien c'est la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Frères scouts, le soleil dore les tentes. Ses rayons sur les ondes miroitantes font jaillir dans les roseaux les chansons de mille oiseaux. Font jaillir dans les roseaux les chansons. Une mouche à miel qui passait sa guitare. Des râteaux confus, sonnait l'angelus au son de la fanfare. Dans notre camp, c'est toujours la fête. Qu'il fasse bon ou mauvais temps, dans notre camp, nous avons de la joie plein la tête tous les jours. Dans notre camp, allons les amis, faut partir, faut s'en aller à la maison. La fête pleine chanson, le cœur plein de souvenirs. Allons les amis, faut partir. Chez les guides, y a pas de jambes de bois, y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, eh bien c'est la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Frères scouts, le soleil dore les tentes. Sur les ondes miroitantes font jaillir dans les roseaux les chansons de mille oiseaux. Font jaillir dans les roseaux les chansons de mille oiseaux. Mini studio.